ثم تحدثا في مناطق آمنة أبعد من المواجهات المسلحة، خنق المسافرين على طريق تعز عدن، إذ أغلقت هذه الطريق في وجه المئات من المواطنين خلال 3 أيام مضت. ممارسات قاهرة ينتهجها ما يسمى بالحزام الأمني على مداخل العاصمة المؤقتة، دفع بغالبيتهم إلى العودة من حيث جاءوا، عائدين بالإحساس الخانق بالانسحاب خير من الإلحاح والترجي. التأشيرة جاهزة، ننزل نحجز باصات بنسافر السعودية، رجعوا نحن من نقطة الحديد. بموازاة الإجراءات الأمنية الذي يتحدث عنها الحزام الأمني داخل العاصمة المؤقتة، تأتي على حدودها بعض التصرفات لقمع مواطنين أغلبهم مسافرون للعلاج أو الدراسة أو العمل. طلبوا البطاقة الشخصية، يشوف البطاقة يرجعوا، يقول لك ارجع على طول، الكل يرجع. طيب معنا عائلة، نحن رايحين يعني بنروح المطار وكذا، يقول لك ممنوع. هنا في نقطة الحديد حيث تحولت إلى معبر شطري يجري الإطباق على المسافرين بذريعة الاحتياطات الأمنية، لكن ماذا عن تلك الجريمة التي تضرب المدينة في قلبها بين التفجيرات والقتل والاغتيالات بالعشرات؟ هذا إذن شأن فصائل تنزع إلى الحديث عن الأمن أكثر من الأمن نفسه، ومثل هذه الممارسات نوع من التسلية بأوجاع المعذبين والمتعبين بدوافع لا إنسانية مخالفة لحق الحياة والوجود الإنساني، إذ لا يوجد أي مسوغ يمنع الإنسان من المرور بأي أرض كانت وتحت أي ظرف، بيد أن من لا يتمتعون بأبسط المشاعر الإنسانية لا يدركون أنهم بهذه المعاملات ينالون من عدن، المدينة التي كانت لكل اليمنيين عاصمة كونية وللقادمين إليها، فصارت أشبه بحي لعصابات منفلتة تتجلى فيها صورة الجوع البدائي للظلم والقهر الذي انتهجته هذه العناصر كعهد لممول مجرد مشروع عنصري أكثر من أن يكون خيار أمني. فيظهر هذا الاختلاف بين العام كأمني لا يمثل الدولة والسلطات الشرعية، وبين الخاص في مهمة أقل ما يقال عنها أنها سيئة لها دواع انتقامية فئوية ضيقة. مرة أخرى يعود الحديث عن منع المواطنين من الدخول إلى العاصمة عدن، فيخصم هذا الحزام اللاأمني من رصيد عدن، مدينة بحجم التاريخ والجغرافيا والإنسان.